بیانیه نایب رئیس پارلمان اروپا درباره دیدار با دکتر رافع رفایی مفتی بزرگ عراق، حمایت قانونگذاران اروپایی از جنبش دموکراتیک مردم عراق. نایب رئیس پارلمان اروپا: بعد از 8 سال درد و رنج، اکنون زمان پایان دادن به دیکتاتوری مالکی فرا رسیده است. دکتر رافع رفایی مفتی دیار عراق: مالکی تنها با پشتیبانی رژیم ایران قادر به انجام چنین جنایاتی است. این نیروی قدس است که بر عراق حکومت می کند. شریعت آسمانی و تعهدات اخلاقی حکم می کند که امنیت و سلامت مجاهدین خلق را حفظ کنیم. هر گونه نقضی که منجر به آزار آنها شود به انسانیت ما ضربه می زند. بروکسل، 18 فوریه 2014. دکتر آلخو ویدال کوادراس، نایب رئیس پارلمان اروپا، با دکتر رافع رفایی، مفتی اعظم دیار عراق دیدار کرد. ویدال کوادراس مراتب همدردی عمیق خود را به خاطر قتل فاجعه بار برادر دکتر رفایی در حین بمباران کور مناطق مسکونی شهر فلوجه در 4 روز قبل توسط نیروهای مالکی ابراز داشت. وی حمایت قانونگذاران اروپایی از جنبش دموکراتیک در عراق را مورد تاکید قرار داد و گفت: بعد از 8 سال درد و رنج، اکنون زمان پایان دادن به دیکتاتوری مالکی فرا رسیده است. دکتر رفایی از نایب رئیس پارلمان اروپا به خاطر حمایتش تشکر کرد و درباره جنایات دولت عراق علیه بشریت به خصوص اعدام‌ها توضیح داد و گفت: مالکی تنها با پشتیبانی رژیم ایران قادر به انجام چنین جنایاتی است و در واقع این نیروی قدس سپاه پاسداران است که بر عراق حکومت می کند. دکتر رافع رفایی افزود: با اینکه سنی ها هدف تصفیه وحشیانه قومی می باشند، ولی تمامیت مردم عراق شامل شیعیان، مسیحیان و سایر اقلیت ها به شدت سرکوب می شوند. مفتی بزرگ عراق گفت: شریعت آسمانی و تعهدات اخلاقی حکم می کند که ما امنیت و سلامت مجاهدین خلق را حفظ کنیم. هر گونه نقضی که منجر به آزار آنها می شود به هر شکلی از اشکال به انسانیت ما ضربه می زند. دکتر ویدال کوادراس از دکتر رافع رفایی به خاطر حمایتش از پناهندگان ایرانی در عراق تشکر کرد و گفت: نحوه رفتار با پناهندگان ایرانی یک شاخص جدی برای دموکراسی است. گزارش های رسانه های عربی و عراقی درباره دیدار مفتی دیار عراق و هیئت پارلمانی و نمایندگان جنبش مردمی عراق از پارلمان اروپا. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فقد زارنا في مقامنا في دار إقامتنا نائب رئيس برلمان الاتحاد الأوروبي، وقد تناولنا أطراف الحديث عن المسألة العراقية بالتفصيل، وأخذنا كل الجوانب التي تتعلق بحقوق الإنسان وما جرى من مدة بعد الاحتلال إلى يومنا هذا، ومدى الخسارة العظيمة التي خسرها العراق في فقدان إنسانية الإنسان في هذا البلد، وبينا المواطنة الكبيرة للخلل في إدارة هذه الدولة وانتهاك حقوق الإنسان من السجون والاعتقالات العشوائية وانتهاك واستلاب الاعترافات بالإكراه من الناس والتصرفات الطائفية الهمجية التي تتبناها حكومة المال بقوات الجيش والشرطة الاتحادية وقوات السواد التي هي قوات غير دستورية وترتبط ارتباطا مباشرا برئيس مجلس الوزراء نور المالكي، فقتلت المئات من المعتصمين العزل في الفلوجة والحويجة والموصل وديالة أمام أعين العالم وبدم بارد. شأنهم في ذلك شأن العشرات من الأطفال والنساء والشيوخ والشباب الذين يقتلون بدم بارد في قذائف ما يسمى
بالقصف العشوائي الذي يمثل جزءا من استراتيجيه الحكومه في حربها على ابناء الشعب بذريعه محاربه الارهاب الذي اصبح اليوم ذريعه لمحاربه كل مناورين لهذه الحكومه. فيها عن قضية الأنبار، وبينت للحاضرين أنه يجب على المجتمع الدولي أن يميز بين داعش أو الإرهاب وبين ثوار عشائر الأنبار الذين هم الآن يدافعون عن أنفسهم وأموالهم وأعراضهم. ثم طالبت المجتمع الدولي أيضا بالضغط على الولايات المتحدة الأمريكية بعدم تسليح المالكي في هذا الوقت، لأنه سيستخدم هذه الأسلحة في قمع شعبه كما هو حاصل الآن في سوريا. ثم طالبت المجتمع الدولي بعد ذلك طالبت المجتمع الدولي بأن يقوم بمبادرة لإنقاذ أهل الأنبار الذين هم الآن يتعرضون لعملية إبادة جماعية تحت ذريعة مقاومة. أن هنالك استجابة حتى أن البرلمان سيرفع اللجنة العفو سترفع تقرير إلى البرلمان الأسبوع القادم، وسيصدر قرار تجاه الحكومة العراقية، قرار صارم وإجراءات حازمة تجاه هذه التصرفات، وستكون إدانة واضحة لحكومة المالكي. نعتقد أننا في هذه الخطوة قد نجحنا، وهنالك تقدم ووسيلة ضغط ستكون الاتحاد الأوروبي وهو قطب فعال في المجتمع الدولي سيكون له تأثير كبير. وحقيقة الجرائم اليوم التي بلغت الحد الذي لا يمكن أن يسكت عليه ولا يسكت عليه في العالم، هنالك تدخل إيراني واضح يريد زيادة من العنف في العراق واستهداف لمكون المكون السني في العراق، والزيادة أيضا لوجود تفرقة وحرب طائفية بين مكونات الشعب العراقي. وأعتقد أن اليوم بات واضحا وباتت قناعة لا بد للمالكي أن يرحل من حكم العراق، ولا بد للحكم الطائفي أن يزال من حكم العراق كي يهدأ العراق ويستقر وضعه وبالتالي تستقر كل المنطقة. قال الشيخ رافع عرفاعي مفتي العراق إن حكومة المالكي تحاول أن تشعل حربا أهلية في العراق بتوجهاتها وتعاملاتها الطائفية مع أبناء الشعب. إن الأحداث في العراق اليوم تسير باتجاه ملح خطير، والحكومة العراقية مصرة على أن تظلم الشعب بعضه ببعض تمهيدا للوصول إلى حرب أهلية القاسر فيها الشعب العراقي وحده. وإني إذا أعلم على حضراتكم جانبا بسيطا من جوانب انتهاك حقوق الإنسان في العراق، فإني أذكركم بما نصت عليه اتفاقيات جنيف وفيينا على حماية المدنيين، وكل هذه الخروقات تقوم بها الحكومة العراقية الحالية ضد أبناء الشعب العراقي. شهدت جلسة البرلمان الأوروبي التي خصصها أمس لنقاش أوضاع حقوق الإنسان في العراق نقاشا حادا بين ممثلة الخارجية العراقية باريفان دوسكي من جهة، والنائب سليم الجبولي ومفتي الديار العراقية رافع طه الرفاعي، وستراون ستيفنسر رئيس لجنة العلاقات مع العراق في البرلمان الأوروبي من جهة أخرى. مراسل الحرة الذي حضر الجلسة أشار إلى عرض الجبولي ورفاعي لوثائق ومواد فيلمية أكدت وجود انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في العراق تتعلق باعتقالات وتعذيب وقتل وتنفيض عقوبة الإعدام بحق أشخاص دون محاكمات، الأمر الذي دفع دوسكي إلى الرد بأنها كانت تأمل بأن تستمع إلى رواية صحيحة، مشددة على أن ما عرض يشوه الواقع ويسيء للحكومة العراقية.